النهاردة بالنسبة لي يعتبر تاني أحلى يوم في حياتي. طبعا كلكم عارفين أحلى يوم إيه، اليوم اللي أنا اتجوزت فيه رانيا، مش محتاجة كلام يعني. ومش عشان عيد ميلاد كوكو، لأ، مع إن عيد ميلاد كوكو ده بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا، بس عشان خاطر النهاردة رانيا أثبتت لنا قد إيه هي بني آدمة قوية، قدرت تعدي من فترة صعبة جدا في حياتها، وهي وفاة واحد من أعز الناس على قلبي، أستاذ يسري الصنهوري، الله يرحمه. ربنا يخليك ليا في حياتي يا حبيبتي. يخليك ليا. أنا مش عايزاكم تستغربوا إن ده أول ظهور ليا بعد وفاة بابي الله يرحمه. لأن النهاردة بس وبعد 3 شهور قدرت إن أنا أعمل كده. وأنا متأكدة إن بابي الله يرحمه مستحيل يكون حد قتله. زي ما أنا متأكدة إنه لو كان لسه عايش كان زمانه واقف وسطينا دلوقتي وبيضحك، لأن طول عمره كان بيحب الضحك. وأنا النهاردة بس قدرت إن أنا أعمل بورسيته وأكون إنسانة قوية وأقف على رجلي تاني، وقررت إن أنا أعمل كل اللي طلبه مني. عشان كده من بكرة أنا هنزل الشركة وأديرها، وأكيد هيساعدني في كده رضوى وشريف وزين، لأن دول أهم ناس في حياتي. زي القمر يا حبيبتي. ميرسي يا شريف. أنا مبسوطة قوي يا رانيا إنك رجعتي زي الأول تاني. ميرسي يا رضوى، الحمد لله. جميلة بجد، ميرسي على كل اللي عملتيه معايا الفترة اللي فاتت. أنت بجد أكتر من أختي. انت مش عارفه انت بالنسبه لي ايه. انا بحبك قوي. انا كمان بحبك قوي. هابي بيرثدي كوكو. دلوقتي يا جماعه يلا عشان نطفي التورته الكوكو. ايه يا اسطى الناس دي كلها، انا مش فاهمه حاجه. يا سكينه والنبي ورحمه ابوك اتفتح دماغك معايا. فتحت اشرح لك. سمي من اول ايه. ها حاج سيد مرسيدس اشتغل في عربيه التقيله بس ده من على الوش. تحت بقى مستوقع اي حاجه شمال تلاقي آثار، سلاح، عملة، بس مشتغلش في الصنف أصله بيستحرم. لا تقي وجراف ربنا. أوي تقي أوي يا بنت. ده بقى غسان عظمة، رجل أعمال لبنان، كارف شوية من وقلك فوري على وقل جسار، مهم يعني مسؤول عن دخول أي حاجة شمال البلد، عنده بواخر وطرات وسكك ودنيا واسعة كبيرة. تمام؟ تمام تمام. ده بقى باشا العالم، مختار باشا سعادة، دماغ عبكرة وأداء دكاترة، وأول ما إيده يطرطش عليها الدم بيغسلها بالديتول. دماغه سم قوي يا بت، وباشا قوي قوي قوي. حلوين، مالهم بقى؟ هيمثلوا فيلم مع السقة؟ لا يا عسل، هيمثلوا فيلم معانا وإنتي.